Eu chamo aquele de beijo, para que a gente não é ao child, né? Meu mortal de latidinho. Ele apresenta este mais de chorar com a gente de constipation ao pela tua sinfonia, yani aslan da tatba anda bawl motion, yani bil early few days of life. أو بعد ممكن شوية أكبر يجي في decorestivation. زين راح يكون عنده abdominal distension في طبيعي constipation يعني abdominal distension. زين عندي ال شو راح تظهر عنده راح تسوي له أنت أكيد فد X-ray من abdomen فد CT إيش راح تلقى؟ راح تلقى part of the colon اللي هو عادة rectum وشوية أعلى من السيجمويد راح تلقى narrow زين وال proximal part to it راح تلقى dilated زين سميه ميجا colon لأنه هو severely dilated وهذا severely narrow يعني بالضبط مثل هذا الشفو يعني شلون الخيط يجي زين يعني حتى من كفت حلو من ما راح تلقى من قد ما كلش مطيب وهذا اللي راح ألقى توكسيك ميجا كولون راح ألقى الوول مالته فيري ثين يعني بيبر لايك بعد شوية ويصير بي ركشر تمام من أجي أشوف شنو الكوز الكوز شنو عندي عندي أبسنس أو جانجليون سيل هذا كونجنتال أبسنس الجانجليون سيل هي عبارة عن نورونال سيل مفروض موجودة نورمالي بما ينترك لكسس وبالميزانفلكسس دول اثنيناتهم موجودة بهم الجانجليون سيل absence of ganglion cell راح يعطيني هاي البرزنتيشن اللي يسمينها شبرين ديزيز زين راح اخذ بايوسي التريتمنت اخر نقول التريتمنت اجى بهاي البرزنتيشن ممكن يجي بس كونستيبيشن بعد ما وصل لهاي المرحلة اللي هو توكسيك ميجا كولون هاي الحالة راح يسوي سيرجن اندوسكوب راح ياخذ بايوسي تايني بايوسي من الركتم أو السيجمويد المكان اللي إذا يشوفه صاير بنراين أو abnormality راح يأخذ من التايني بيس أو تشو إيش راح تحتاجه بهاي التايني بيس لازم يخلي بالة إن تكون هي full thickness full إذا ما طلع لي المسكولارس الميوكوزا ما طلع لي المسكولارس البروبريا ما راح أقدر أحدد وجود الجانجليوسيل من عدمها زين؟ عند الميكروسكوب فلازم تكون full thickness في حال إجا بهاي الوضعية ميجا كولون هذا راح يسوي له ريسكشن هو مباشرة فراح تيجي البيس كاملة زين إذا إجت البيس كاملة أني النورو سيجمنت وفوقها الدايليتد سيجمنت منين راح آخذ السكشن حتى أشوف أكو جانجليون سيل أو ماكو من النورو سيجمنت ومن الدايليتد من النورو ليش؟ من النورو ليش؟ لأنه الجانجليون سيكشن سوي ديفيشن ريلاكسيشن المفروض تسوي ذا ابسنس اوف جانجليون سيل سوي كونس كونتراكشن وبالتالي صار كرونيك نارو زين طبعا اكو ابسنس كومبليت ابسنس نسميها اجانجليونوسيس واكو ديكريز ان دي نمبر او جانجليون سيل يسمونه هايبو جانجليونوسيس يعني ممكن يكون مو كومبليت ابسنس فحتى اذا لقى فيو جانجليون سيل اللي هي هاي شكلها اذا لقى فيو جانجليون سيل وياها البرزنتيشن تيبيكال مال كونستيبيشن راح يجي دايجنوسيس ايضا هيرش برينج لكن هايبو جانجليونوسيس فهاي الجانجليون سيل اللي يشوفه الماسكولارس بروبيه هنا large cell, a rendered eosinophilic cytoplasm or oncophilic, with a nucleus either dark or prominent in nucleolus فيها. زين؟ راح ندخل على inflammatory bowel disease إذا ما عندكم سؤال. inflammatory bowel disease هو طبعا المفروض يصير ويا CA colon بالمين subject. لأنه هو مو شيء هو common دي يزيد الحالات يزيد. زين؟ الكوز مالته كايتيولوجي هو كان اوف انون ايتيولوجي لكن حاليا نقول انه اكو عندي
جينك باقي درانك وعندي وياها environmental factor وعندي inappropriate immune response. شنو ال inappropriate immune response؟ مو معناها autoimmunity، فرق عن autoimmunity هو مو autoimmune disease. Inappropriate response يعني inflammatory response against infection anything راح تكون يعني markedly inappropriate يعني more than usual. زين تكتب لي الانفلاماتوري ريسبونس المفروض بانه انديفيدوال تتوقف من ينتهي الديزيز من تنتهي الفيرال انفكشن او من تنتهي الفورم اللي بيخلي انها راح تستمر الانفلاماتوري ريسبونس ان انابروبريت ماينر تؤدي الى ديستركشن اوف ذا تيشو. نقسمها الى ان تو بارت. زين تتقسم الانفلاماتوري باول ديزيز كرون ديزيز و ألساراتيف كولايتس. بالسنين الأخيرة اجفت ثالث اللي يسموه إنديترمينيت يعني هو الفيتشر مات بين الكرون وبين الألساراتيف أكو مات الفيتشر منها ومنها فما يقدر يحدد هل هو كرون أو ألساراتيف يسموه إنديترمينيت يعني كلمة الباول ديزيز إنديترمينيت تايب. زين الكوكيزيا المور كمان. زين بالنسبه للايج ديستريبيوشن شويه يختلف. الالساراتيف عاده تبدي باليانج ايج جروب 20 ممكن 17 تنزل ل 18. زين لحد 30 هاي الايج اوف بريزنتيشن. بالنسبه للكرون لا في 2 ويكس بالتشايلد هود من 10 ل 20 او لل 30 وبعد بالادلت هود اللي هو اولد شويه ممكن ايضا تجي انذر ويكس 50 ل 70. هل انه افرق بين الالساراتيف والكرون مهم؟ لا مو مهم باعتبار هم اثنين عندهم انفلاماتوري باول ديزيز. المهم انه افرق بين الالساراتيف والكرون لانه التريتمنت شوي راح تختلف. البروجنوسز راح يختلف. زين؟ فنيجي على البرزنتيشن ان جنرال. ما اخليها هنا. ممكن تجي عندي ايبيسود اوف بلادي دياريا. البلادي دياريا اكثر تجي ويا الالساراتيف كولايتس او الكرون. ايه ومال ابزوربشن وياها. زين او الكرون راح يجي بصيغه مال ابزوربشن اكثر. ممكن اكو بلاد لكن فيري فيو. زين دروبس ممكن نشوف الستول. عكس الالساراتيف راح يجي بلادي دياريا وياها ميوكس. زين التنس ماس اكثر طبعا بابو الالساراتيف كولايتس. زين بعد بالنسبه للكرون البرزنتيشن مالته ممكن تكون الايرلي برزنتيشن مالته هو رايت اليك فوق 70 كانما ابندكسايتس. زين فيشيل الابندكس ممكن يلقى الاليم انفولد باي ابنورمال ثيكنينج ابنورمال ماس. طبعا باي ذا واي قبل يومين انا شفت بايوبسي كانت رايت اليك فوق 70 عمر 23 سنه فشايل الابندكس وشايف اليم ماس. هي مو ماس بالضبط هو ثيكنينج لكن شاف على شكل ماس فما اخذ منه تايم بايوبسي من الاليوم. الابندكس طلعت ما فيها شيء. الاليوم بايوبسي طلعت كرونيك انفلاماتوري وياها جاينت سيل بس ما فيها جرانولوما واضحه حتى نقول عليها كرون وما كان عندي كريبت اصلا بالبايوبسي بس اكسترنال يعني ما اخذها. زين فما قدرت اعطيه دايجنوسس واضح لكن قلت له to exclude TB or inflammatory bowel disease. زين فممكن هاي البرزنتيشن مالته قلنا التيرمينال اليوم هو ممكن يكون السايت اوف TB ممكن يكون السايت اوف كرون ممكن تايفويد فيفر كلهم يجون بشكل جرانولوميتس او كرونيك انفلاماتوري ديزيز ويا جاينت سيل وممكن ويا جرانولوما. فبالنسبه للكرون بما انه قلنا اليال اكثر intestinal, small intestinal راح يجوا وياهم مال absorption يجوا وياهم deficiency of B12 of folate يصير عندهم ممكن megaloblastic anemia. بالنسبة للألساراتيف أكثر شيء راح يصير عندهم bleeding راح يصير عندهم iron deficiency anemia هي more common. زين ما راح يصير عندهم deficiencies باقي الفيتامينز مثل جماعة الكرون. ك risk of malignancy قبل كانوا يقولون الالساراتيف كولايتس هي تحمل ريسك اوف كارسينوما اكثر من الكرون ديزيز. هسه لقوا انه اثنيناتهم نفس الريسك اذا اخذناهم بنفس الديوريشن
وبنفس الانفولمنت يعني كانت اكستنسيف الانفولمنت فيهم اثنين اسمهم والديوريشن نفسها لقوا انه الريسك نفسها بالالسايد وبالكرون ريسك اوف كارسينوما. كدايجنوسيس ريكواير اندوسكوبي اند كلينيكو باثولوجيكال كورليشن. زين يعني على الاندوسكوب وحده ما اقدر اعتمد ولا على الباثولوجي وحده اقدر اعتمد، فدائما عندي كورليشن مثل ما قلنا بالسيليك. زين لازم عندي كورليشن. اذا نجي كبرزنتيشن اكو فرق بيناتهم حتى يساعدني بالدايجنوسيس. الكرون ديزيز قلنا تيرمينال اليوم، بينما الالسايتيف هو الركتم والسيجمويد كولون، يعني هو يبدي باللور بارت اوف ذا كولون. ممكن الالسايتيف يكون confined to the colon, to the lower part, اللي هو الركتم، بينما الكرون راح يكون الانفولمنت from the mouth to the anus. اي مكان بالجاسترونتستينال تراك ممكن القى فيه ulceration و inflammation. زين؟ إذا أجي على الليجن باي اندوسكوب راح ألقاها بالكرون skip ليجن، يعني ألقى مكان normal صفى مكان involved صفى مكان normal، بينما بالألسراتيف راح ألقى الأريا اللي هي involved continuous كلها مع بعضها continuous، وبجانب الأريا اللي هي normal أيضا continuous، ما ألقى skip ليجن. هذا الشيء مهم حتى يفرق لي. اجي دراستي بعد ايش اشوف غير انه الليجن كونتينيوس وهنا السكيب ليجن، راح اشوف بالنسبه للكرون ممكن اشوف فيشرنج نازل من الميوكوزا نازل، راح اقول راح اجي ترانس نيورال ثيكنينج بالنسبه للكرون لانه هو ترانس نيورال انفلاميشن، يعني من الميوكوزا لحد السيروزا اجي انفلاميشن، بينما الالسراتيف لا ليميتد تو الميوكوزا ممكن للسبلوكوزا. زين فيشرنج عادة ما أشوف بالألساتب، أشوفها بالكرون. زين أكو فتشي أشوفها ممكن بالكرون اللي هو أسميه كوبلستون، خصوصا إذا كانت شوية يعني advanced، يعني مو بالإيرلي ستيج. أنا إذا أسوي الإندوسكوب وطلب واحد عنده كرون زين الكوبلستون إيفيرنس، هسا راح نجي نشوفها بصورة حتى نوضحها أحسن. بالألساتب ممكن ألقى سيدو بولبس، بوليبس اسميها سيدو بوليبس لان هي مو بوليبس حقيقيه، وان هي ما جايه نتيجه الريجنريشن، ويصير ألسريشن ودمج للميوكوزا يرجع يصير ريجنريشن، فالريجنريشن يصير على شكل بوليبس اسميها سيدو بوليبس. كمايكروسكوب الجرانيلوما القاها بالكرون، وهنا القى الكريبت ابسس. طبعا من نجي للحقيقه الكريبت ابسس ممكن القاها بالكرون ايضا، فهي مو فد شيء سبيسيفيك. زين الجرانيلوما هم ممكن القاها بالالسايتيف، شو وقت من يصير عندي ربشر هاي الكريبت ابسس وتطلع الكونتنت مالتها في شو ممكن يصير اجينست الجرانيلوما تصير اكشن، فشويه البيكتشر يكون كونفيوزنج، فيحتاج لها كورليشن ليجن نقول كورليشن كلينيكال وباثولوجيكال. زين انفلاميشن اجينا كومبليكيشن بالألسايتيف ممكن أشوف التوكسيك ميديا كولون، بالكرون قلنا يصير فيشرينج فيستشولا. زين ممكن يصير يعني مثلا ركتو فيزايكال فيستشولا بين الركتم وبين البلدة، ركتو فيجاينال فيستشولا ممكن يصير بالنسبة للكيميا، فكلش فالفيستشولا كلش كلش يعني خطية، فوايد كومبليكيشن بالنسبة للجماعة الكرون. Obstruction ممكن يصير لأن هنا يصير thickening بالwall و fibrosis ممكن يصير بالأصل في الكعبة يصير fibrosis. زين في genetic background لقينا أنه genetic background بالأصل هي more clear، فأكو فد HLA B27 واضح إن أنا لا، لذلك الـ first degree related بواي عندهم risk يعني تقريبا 3 folds في الريسك اللي انهم يصابون بالالسايتيف، اذا واحد عنده اخوه او اخته عنده الالسايتيف. زين الجسترانتستانال مانفستيشن نفسها بالكرون والالسايتيف، ممكن يصير عندهم ارثرايتس يوبيايتس، زين حتى فاسكولايتس ممكن بالسكين يصير عندهم بايو ديرما فانجرينوزا اللي عباره عن نودولز تصير كالر نودولز اندر ذا سكين،
زين. والسكلروزين كولانجايتس هاي يعني الادفانس كل شيء اللي هم هاي الكومبليكيشن عاده. طبعا الديزيز سيفيريتي هي راح تكون الى جريدز. اكو ناس يعني الريميشن عندهم طويل يعني على تريتمنت بسيطه يصير عنده ريميشن ويوقف التريتمنت ويبقى فتره طويله اشهر وبدون تريتمنت زين. اكو ناس لا يصير الديزيز عندهم اجريسيف كلش بس ما يصير عنده ريميشن نهائيا فيبقى على تريتمنت طول حياته زين. احيانا حتى وهو على تريتمنت ماكو ريسبونس فالسيفيريتي تختلف. دول اليوم راح يضطرون يسوي ممكن سيرجري. فكل ما تكون الديزيز سيفير وان ريسبونسيف راح تطلع الاكسترا انتستان مانفستيشن اكثر. نيجي كمورفولوجي كلش مزعج هذا. كمورفولوجي اللي نقصد به يعني اندر مايكروسكوب راح القى كلينيكالي اول شيء انه هي اليوم زين. وإذا كان كولونيك بما إنه قلنا الكرون هو كل مكانات فممكن يكون كولونيك. فإذا كان كولونيك الكرون فأنت شيء هو بالرايت سايد. فمن راح يجيني الريكوس أنا كباثولوجي أو أنت كطبيب يعني إذا راح ترجف الكرون إذا كان رايت سايد كولون. بينما إذا تجيني ليفت سايد هذا مور ويا من يقل سايد باعتباره هو باللور بارت أو دي زين. راح يلقى بالإندوسكوب عنده سكيل ليجن فهاي كلش راح تساعده في التشخيص اوريدي هو راح يقول لي سكيل ليجن انا راح ارتاح من القى جرانيلوميتس ريش راح امشي في الكرون زين. راح القى ستريكشرز ممكن القاها كمان الكوبل ستون ايفيرنس اللي حكينا عنه ما نخليها الصوره هنا بالعمليه بس نشوفها. الكوبل ستون ايفيرنس شنو اقصد فيه؟ شايفين هذا الحجر المقرنص اللي خلوه بالشوارع فيصير حجر بارز in between of the falls نازلة شوية زين. فشكله صاير هيك شيء كوبلستون يسموه. فهنا نفس الشيء المكانات اللي هي ديزيز راح تكون منخفضة شوية اللي صاير فيها فايبروسيس وصاير فيها ألسريشن. المكان اللي هو نورمال راح يكون مرتفع ومصفقة مكان وصف مكان فتشبه الحجر المقرنص اللي يخلوه بالشوارع فيسموه كوبلستون ايفيرنس. الفيشرز ايضا مهمة في شمس قلنا مصير بالفوتسايتل راح ألقاها ثروين في الكرون زين. عندي الليجن راح يكون منخفض بالكرون بالألسايتل ممكن ألقي تو ليجن لكن الليجن الوحدة راح ألقاها قلنا كونتينيوس. مايكروسكوبيكالي تتذكروا كيف مشينا بالإنفكشن تكتبكم هسه من وصل لحدة ماتريبارو ديزيز راح نعلق على هذا الموضوع. تبقى عندي كريت ديستورشن او كريبت ديستراكشن هذا الشيء اشوفه بالانفلاماتوري باول ديزيز ما اشوفه بالانفكشس كولايتس. تذكرون قلنا الانفكشس كولايتس ممكن بها كريبت ابسس ونيوتروفيك انفلتريت وذا كرونيك القى ايضا انفلاماتوري سيل كرونيك انفلاماتوري سيل انفلتريت لكن ما القى الكريبت ديستورشن زين. من القى الكريبت ديستورشن معناها عندي انفلاماتوري باول ديزيز كرونيك انفلاماتوري باول ديزيز. نقطة مهمة جدا خلوها في بالكم. شنو يعني اقصد بالكريبت ديستركشن او ديستورشن؟ الكريبت عادة تحت الهيستولوجي تكون الالاينمنت مالته بيربنديكولار بالسيرفس زين واللومن مالته السايز مالته متشابك والشكل مالته متشابك وعادة راوند ان شيب او اوفر ان شيب. ديستورشن ايش راح القى؟ راح القى اكو دايليشن باللومن مال الكريبت دايليت ممكن ألقى لها برانشينج زين. ممكن ألقى الالاينمنت مالتها بدل ما بربنديكولر صاير هوريزونتال فهذا كله أسميه ديستركشن أو ديستورشن زين. معناته شنو عندي؟ صار ديستركشن وصار ريجنريشن وهاي صارت الانورمال اركيتكشر زين. فهاي بتمشي ويا الانفكشيوس كولايتس بتمشي ويا الانفلاماتوري باول ديزيز. بالنسبة للكرون قلنا الكازيتين جرانيلوما لكن ما راح اشوفها كل البيشن 35% من عندهم فقط زين. الالسراتيف عادة قلنا بالركتم والسيجمويد كولون ايضا ممكن تعبر وحتى للسيندينج او الترانزيرس حسب السيفيريتي ممكن كل الكولون اسميها بانكولايتس زين.
لكن rarely ما أشوفها بال small intestine. شو راح يشوف بالمايكروسكوب؟ راح يشوف الميوكوزا ريد، كلش ريد، congested، granular. زين؟ ممكن بالسيفير كيس تشوف ulcerated تماما، الميوكوزا رايحة. سكريبشن ماكو. زين؟ فيشر ماكو. هاي بالتيبيكال ulcerative collapse. في حال انه لقى هاي الفيشر بالفولون يعني ولقى وياها يعني continuous كانت الليجن. لقى وياها فيشرنج. زين راح يفكر الخليه كانت الاندترمينيت. او لقى هاي الفيشر كلها تيبيكال ما تنصرفت واكو فيستشوله اين او فيستشوله. زين راح وين يفكر كانت الاندترمينيت. يعني جمع الفيشر منها ومنها. بالنسبة للسيروزا راح تكون نورمال السيرفس مالتها باعتبار انه هي ليميتد للميوكوزا، بينما بالكرون قلنا ترانس نيورال لذلك راح عندها ثيكينج وفايبروسس. والسيروزا ايضا انفولف باي انفلاميشن. الكريب ديستورشن نفسه، الكريب ابسس نفسه، النيوتروفيل. شنو اقصد بالكريب ابسس؟ النيوتروفيل انسايد ذا كريب. زين لكن جرانولوما ماكو، كيب ليجن ماكو عندي. زين فهاي ال distinguishing feature بيناتهم. اكو احد عنده سؤال؟ شنو الفرق بين الميجاكولون والسترينج ساين؟ سترينج ساين وين سترينج ساين في مكان؟ المقارنة بين الكرون ديزيز والأسف كولكس. ايه التوكسيك ميجاكولون قلنا بالأسرتيف، سترينج ساين يعني هو فد ناروينج تيصير بالنسبة للكرون. يعني ميجاكولون يعني يصير مثل اللي هسه شفته بالهرشبرينج يصير دايليشن بالكولون كله، وممكن يصير ربشة بيرفوريشن ويصير أكيوت أبدون أو الألساتيف. طبعا هاي بيصير بالناس اللي هم كلش سيفير عندهم الديزيز ويعني لا متابعين ولا كذا، أو ممكن يصير يعني إذا هو حتى لو متابع بس الديزيز ما أجريسيف ممكن يصير يعني دايليشن كلش، وممكن يصير بيرفوريشن. يعني سترينج ساين ما بيها دايليشن بس لا تفكر نارون. ليش شنو؟ ليش يصير؟ اكو الكترولايت ديستربنس يصير عندهم، ومرات هو الانفلاميشن اللي بالوم هالقد ما سيفير راح تسبب عندي يصير انهبيشن بالوم فيصير ريلاكسيشن زايد. زين؟ والكترولايت طبعا وين اول اثر الالكترولايت ديستربنس ما قلت لكم ما مذكوره تصير مور يا جماعه لانه عنده بلدي ديالي ومرات سيفير اتاكس يصير عنده فيصير عندي الكترولايت ديستربنس ايضا ممكن. نرجع للدايفرتيكولوسيس. تذكرون ان الكلس دايفرتيكولوم قلنا هو ثرو دايفرتيكولوم ان ديستيكو دايفرتيكولوم. السيدو اللي اقصد بيه انه ما راح يصير عندي كل الوول يصير بروتروجن، لا راح يصير عندي هرنيشن اوف ميوكوزا ان تصو ميوكوزا انسايد ذا موسكولاريس بروبرلي، فهذا اسميه سيدو كولا. هذا يصير عادة نتيجة الانكريز بالانترالونر بريشر. زين مثلا واحد عنده لو فايبر دايت ودائما عنده كونستيبيشن، فالبرجر انسايد اللومن عالي فيدفع الميوكوزا وصب ميوكوزا الداخل الموسكولاريس بروبريت، فهذا هرنيشن يصير، لذلك اسميه سيدو دايفرتيكولوم. الاولد ايج اكثر يصير عندهم. الكامون لوكيشن هو سيجمويد كولون. البرزنتيشن مالته كونستيبيشن التيرنيت والدياريا. ليش؟ سيو دياريا هنا. هو عارف ان كونستيبيشن قلنا. ايه لذلك عنده كونستيبيشن وصار عنده دايفرتيكولوسيس. ليش التيرنيتنج والدياريا؟ اوزموتيك دياريا سير؟ اوزموتيك دياريا سير؟ ها؟ يعني يصير اوزموتيك دياريا ممكن؟ لا اعتقد راح اقلل الابزوربشن. نعم
تتذكرون القصة مال الكيس مالتكم مال هذا الأسبوع؟ كم كان عندكم patient with the obstruction by mass؟ كان عندكم constipation بس كان تصير عنده attacks of diarrhea ويعني ليش؟ دورة لأن لما السدات الكيكلوسيس عبارة عن جسم غريب فتحاول انه تطلعها خارج الجسم فتسوي هايبر كونتراكشن اللي هو راح تسوي لا يصير بكتيريا اوفر جروث من عندي اوبستراكشن هسه هو دايركت كيكلوسيس مثل الاوبستراكشن يسوي كانه النورمال لومن اختلف ما راح يصير قصج طبيعي للستور فراح يصير عندي تايب اوف اوبستراكشن كانه وهو أصلاً أبو كونستيبيشن فراح يصير عندي بكتيريال أوفردروف وين ما كستاسيس للمومنت ممكن يصير بكتيريال أوفردروف فتجي أكاكس أوف دياري ممكن وياها نجي للفرمنتيشن كومبليكيشن كبرزنتيشن ممكن يسوي أبدونال فرنك وهو جناح كونستيبيشن وآيرون ديفيشنسي أنيميا ممكن يصير عدد الانستابلي أوفالكي بليدينج زين أو inflammation أيضا ممكن تصير فيه في complication diverticulitis اللي هي inflammation of the diverticulum fistula ممكن تسوي نتيجة inflammation راح يسوي لي destruction للتشو ممكن يطلع ويسوي لي fistula with another surface اللي هو adjacent to the site and perforation نرجع عن بولبس احنا ذكرنا بولبس قبل الاسوان الكريستين لكن في البولبس قولون هي مور كمان زين وانواعها اكثر هذه انواع من البولبس زين تبدي الهامرتوميتس بولب الهامرتوميتس بولب شنو الهامرتوما سامعين الهامرتوما رحمة الله شنو معنى هامرتوما؟ أكو كيرم هامرتوما أو كورستوما ما سامعين هامرتوما مقصود بيه أنه هو في الضغط تشوف لكن الارينجمنت مالته ابنورمال فهو عادة يكون نيوبلاستيك زين اللي تسمع هامرتوما يعني على الأكثر يقول هاي مو نيوبلاستيك ليجن زين فأكو أنواع من البوليس أسميها هامرتوميتس بوليس زين من عدها أخذنا الجوبينايل بولب زين والبوز جدار بولب الجوبينايل بولب من اسمه هذا راح يكون الايج مانت يعني صغير 10 سنوات لحد 15 سنة اوكي زين والبوز جدار بولب لا هذا عادة فاميليال يعني الياوي السندروم اللي هو يسميه بوز جدار سندروم زين إذا كان نان سندروميك البوز جدار بولب أو جوبينايل بولب يعني ما جاي من السندروم جاي هيك سبوراديك نسميه فقط عنده هذا النوع من البولب ما عنده الفيتشر الاخرى مال السندروم هذا نبي اي ريسك اوف كارسينوما بولب عادي اذا اجى ضمن السندروم فهذا عنده ريسك اوف مالينت ترانسفورميشن الجوبينايل بولب عاده المكان ما تركتم مثل ما قلنا يونج ايج جروب والسايز ما ادري اوصل سايز كبير وهسه نشوف شكله عامل هايبر بلاستيك بولس عندي هاي الموست كومن تايبس اوف بولس والكولون كلها اللي هي هايبر بلاستيك عاده ايضا السايز مالتها صغير لزام 5 مليم هو بيهرس اوف مليم ترانسفورميشن والموست كومن تايب هو الليف كولون الهايبر بلاستيك بولب شويه شابه ويا السريتد بولب كمورفولوجي يعني ما ممكن يصير بيها سيريشن سيريشن ايش اقصد بيه يعني ما مخليتكم تعرفون قلم السيريشن هو اللي الفرد اللومي مالتها مثل ما تعرفون ب الكولومينر سير الفرد فعلا يصير هيك شكلها الونجيتد اللي ضمن البولب اليوم اللي المفروض هيجي السيريتد بولب هيك راح يكون هذا سموه سيريتد بولب السيريتد بولب مكانه بالرايت كولون اكثر السيريتد بولب ليش لازم افرق عن الهايبر بلاستيك
لانه في ريسك اوف بريمنت ترانسفورميشن ممكن تصير في البلاستيك تشينجز بينما الهايبر بلاستيك لا. زين التيوبولار ام بيلس ادينوما حكينا عن التيوبولار والبيلس ادينوما بالسمول انتستين حكينا عليهم شو هي الادينوما كمان؟ السبلاستيك من اقول الادينوما بالجي اي تي معناها السبلاستيك تشينجز يعني السيارة اللي فيها اتيبيا زين؟ فقلنا بيلس اكو واكو تيوبولار according to the morphology وعندي بيلو تيوبولار زين او تيوبولار بالقص ماكو فرق يعني combination او بيلس architecture زائد تيوبولار architecture فاكيد بما ان هي بس بلاستيك اكيد بها مالينت potential يعني فيها risk of مالينت transformation كل ما يزيد السايز مالتها الرس مالي مالينت يزيد وكل ما يزيد النمبر مالتها اذا كانت مالتبل الرس مالينت من البول إذا كان سبوراديك الريسك أوف مالينس يكون قليل لكن إذا كان أو معدومة في بعض أنواعها لكن إذا كان ضمن سيندروم معناها أكو ريسك أوف مالينس هاي ريسك أوف مالينس فراح نتعرف هسه على السيندرومز اللي ممكن يجوا ويا الكورونيك بولوس زين؟ إذي الفاميليا أدينوفيتس بولوسس هذا هو كلش مالته بالديستينكت يعني type of genetic abnormality والرسك مالته 100% of malignant transformation فالناعي الـ mutation هو بالـ ABC gene اللي هو located on chromosome 5 دول عادة يصير عندهم 1000 of volume لكن أنا أحتاج more than 100 volume حتى أسوي diagnosis of 5 زين؟ complication in the risk of malignancy 100% يعني by the age of 40 يتحول الى malignancy 100% لذلك هذول حتى اذا اجى هو يوم مثلا عمره 20 ولقوا عنده فا يسوون كولكتومي بروفيلكتيك كولكتومي تمام حتى لانه الريسك هي قلنا 100% الريسك طبعا مو بس بالمكان البول عنده ايضا دودينال ادينو ممكن بالانبول او باكر ايضا عندي بعد two type of syndrome اللي هي Gardner والكيرتون دول اثنين عندهم variant من الفار نفس الابنورماليتي نفس الجين ميوتيشن اللي هو ال ABC جين ميوتيشن نفسه لكن ال associated sign symptom اللي عندهم تختلف عن الفار فبي Gardner عندي numerous colonic adenomatous polyp وياها osteoma numerous osteomas هو بناين تيومر وديبون زين عنده بعد انكلوجن سيست بالابيديرمس وفايبروماتوسيس لذلك هذا الكاركترستيك سندروم معين سميته جاردنر احتمالا على وجود الاوستيوما والانكلوجن سيست والفايبروما زائدا الكولونيك بولت التيركوت سندروم هو ايضا فيريانت من الفار نفس الاي بي سي جين ميوتيشن لكن ناعيهم جلايوما تيومر اوف ذا برين او في السنترال نيرفس مالتبل جلايوما زائدة البوليبس هذا السندروم سميته تيركوت سندروم عندي بعد سندروم مختلف اللي هو الكاودن الجين هنا عندي الدي تي ان جين ما له علاقة بالفار نهائيا وعندي ايضا بس او كولون كانسر هنا التايب اوف بوليب اللي راح اشوفه هامرتوميتس بوليب التايب اوف بوليب اللي اشوفه بالفار وجمعت هذولاك ادينوميتس راح يكون اكثر هنا الهامرتوميتس يعني اشوفه كومبليتلي ما بيشيل هسه نشوف البكتشر معناته يعني ما بي ديسبليجيا نهائيا بس بما انه هو دخل ضمن الكاودن سندروم ومالتيبل بولف اذا عندي ريسك اوف مالينن ترانسفورميشن بعد انذر تيومر ممكن تجي وياه اللي هو ثايرويد او بريست او سكين عندي الهيدريتاين بالبوسس كولور كانسر هذا من اسمنا البوليب ما عندي بوليب لكن عندي ريسك اوف كانسر اللي هو الادينوكارسينوم اوف ذا كولون هنا الميوتيشن عندي بالدي ان اي مسماش ريفير جين زين فراح تسوي لي انستابيلتي مايكروساتلايت انستابيلتي وزود لي الريسك اوف كولون كانسر وياها راح تيجي انذر
كانسر مثل الاندومتريوم والاوفري. زين فانا ما عندي بولف لكن عندي في الجين ميوتيشن بس بتختلف عن هسه نجي للكولوركتال كارسينوما اللي يلقى بيها في الباثوجينس تو باثواي. واحدة من الباثواي هو هذا المسماتش ريفير جين ميوتيشن، وواحدة الباثواي الثاني هو ال ان بي سي ميوتيشن. دول اثنيناتهم هم اللي يشتغلون بالكولوركتال كارسينوما. عندي سندروم ثاني اللي هو بوزجيكر سندروم، قلنا التايب اوف بوليب اللي راح القابي هو ايضا هامرتوميتس بوليب. زين وقلنا سميناه بوزجيكر بوليب المورفولوجي مالته هسه نشوفها بالعملية شيء مميز وسبيسيفيك. دول عادة يصير عندهم هيلانين بيجمنتيشن بالاورال ميوكوزا وبالفينجرز. زين بالاضافة لشوف اذر سايز. زين بالبوتجيكال بوليب الميوتيشن راح القاها بال STK11 او LKD1 اللي هو نفسه الجين ميوتيشن راح تكون مختلفه. اخر شيء جوفينايل بوليبوسس سندروم. الجوفينايل بوليب ممكن يجي سبوراديك بوليب واحد فهذا ما في ايرس او مالينانت ترانسفورميشن، لكن اذا اجى ضمن الجوفينايل بوليبوسس يعني مالتيبل بوليب عده سمارت فور جين ميوتيشن هذا راح يدخل ضمن السندروم وراح يكون في ريسك اوف مالينانت ترانسفورميشن بالاضافه الى ترانس مالينانسي ان اذر سايد مثل البنكرياس مثل السمول انتستين. هل عندك سؤال؟ نعم. ترى بس اول واحد الهيرديتال. ما شنو ما لحقت فيها. والهيرديتال النمبر البوسس بالاكثر كارسينوما البوسس. هذا هو النمبر البوسس من اسمه ابو كارسينوما راح تصير وهي هيرديتال نفس الوقت بس ما عندها بوليب ما راح تبدي كبوليب راح تبدي مباشره في كارسينوما. فعندهم الدي ان اي ريبير ميس ماتش ريبير جين ميوتيشن هاي الميوتيشن اللي هو يسميه اسمه لانش سيندروم. عندنا الميوتيشن بهذا الجين اللي هو مسؤول عن الدي ان اي مسماتش ريبير يعني ما راح يصير ريبير للدي ان اي. زين وياي فراح يصير عندهم مايكرو ساتلايت انستابيلتي فتدخل كباثوجين يعني كباثوي تنتهي في الكارسينوما او في البولر. زين بدون بول ندخل بالكولوركتال كارسينوما. احد عنده سؤال سريع لا احكي؟ انا على طول الوقت شويه. الكولوركتال كارسينوما هي في الشيء الثامن ثيرد ثامن. زين في العالم الميل طبعا شويه اكثر من الفيميل بالكولوركتال كارسينوما. بالنسبه للميل تجي ورا السي اي لانج وورا البروستات. زين فهي ثامن. لذلك أقول جملة مهمة iron deficiency anemia in old male زين أو postmenopausal women should not be fast easily أبدا نهائيا لازم تفكر بالcolorectal carcinoma. زين كpresentation عندي two forms ممكن يجيني bloody diarrhea أو يعني مو diarrhea أنا عندي blood stool زين أو iron deficiency anemia ممكن يجي intestinal obstruction و abdominal pain. في حال كان السايت of involvement هو من lower colon اللي هو نسميه left side. زين اكثر شيء راح يجي الريكتام السيغمويد اكثر شيء راح يجيني obstruction. زين في حال كان من left side لانه هو هناك الرايت سايد لانه دايمتر اكبر من الباول السيتم والاسيني. هناك الماس ما راح تسوي له اوبستراكشن. راح ما يكسر بيشن وتشينج الباول هابت لكن ممكن يصير لها الماس السريشن وتبقي في الاوتال في البلد بالستول. فيصير على شكل ايرون ديفيشنسي اني وممكن في ابدومينال بين بيج ابدومينال بين. زين؟ البرزنتيشن راح تختلف على حسب السايت انفولد باي ذا كولوركتال كارسينوما.
من الأخطاء اللي تصير أو يعني ممكن تصير يعتبرها، لكن هو الدايجنوسيس الحذر مهم، فممكن يشك الدايجنوسيس بعد الستاينال بعد الكونستيبيشن وابدومينال بين ممكن يشخصوها كأرثة بالباول وصاير أنا شايفتها يعني البيشنت كانت شغلت من بعيد إنه من زمان هذا الحكي يعني الطفلة لحد الآن أتذكر الموضوع، فكانت هي constipation of abdominal pain شخصت irritable bowel وظلت تعاني ورا فكرة كشفوا إن هي سي اي كولون، فمن كشفوا إن هي سي اي كولون كانت advanced stage، فيعني ورا سنة يمكن شيء دار زين، فتكون خصوصا إذا كان old age patient يعني لها مرة راح تشوف سرعة. الريسك فاكتور للسي اي كولون، الريسك فاكتور هو واكو ريدس كوزن فاكتور، الريسك فاكتور مثل اللو دايتري فايبر زين سيدنتري لايف ستايل سموكينج ممكن الكحول ممكن كلها تعتبر ريسك فاكتور، لكن ريدس كوزن فاكتور ممكن يعتبر هاي الكاريوهاي بس بول اللي حكينا عنه فهو سترونج ريدس كوزن فاكتور للسي اي كولون. الكانسر جينيتيك اكو تو باثواي مهم الكانسر جينيتيك شويه تركزون بي زين لانه هو من المواضيع المهمه اللي تجي على الاسئله دائما الجينيتيك مال سي اي كولون خصوصا في تو باثواي هنا الادينوما بس بالبوسس كولاي جين ميوتيشن هذا راح يسوي اكتيفيشن للوين باثواي مخلى الاساس البيتا بروتينين راح ينتقل للنوكليوس راح يسوي لي synthesis over expression of the growth promoting gene. مثل ما نعرف احنا حتى يصير التيومر لازم عندي over expression of growth promoting gene او under expression of suppressor gene. فهنا انا الباثواي هاي راح تسوي over expression of growth promoting gene. هاي الباثواي الاولى اللي هي طبعا الموست كومن. الباثواي الثاني اللي هي ميز مسماتش ريير جين ميوتيشن راح يسوي لي ديفيشنسي بهاي الباثواي اللي هو ما راح يصير عندي ريير للمسماتش بالدي ان اي زين فراح يصير عندي مايكروسكلايت انستابيلتي زين وهاي انذر جينيتيك باثواي اللي هي حكيناها هسه جماعه نون فاليبوسس كولوركتال كارسينوما اختصرنا مع قدر ما نقدر حتى ما يدخلون التفاصيل كل ما يدخلون التفاصيل تنسون أكثر زين الباترن اوف سبريك اوف كولورتال كارسينوما الكارسينوما عادة كل أنواع الكارسينوما شلون يصير لها سبريك أو ميتاستاسيس ميزلي الموست باثواي لينفاتيك الكارسينوما دائما تروح لينفاتيك والساركوما تروح بلد زين هاي مصدر عليها فأول شيء راح تروح لنفاتيكس تغذى الصايد من ضمنها الليبر واللنك والبون بالإضافة للريجنال لنف نوت كيف وإنفيجن أو الجسم سايد نجعل ستيجين أوف كولوركتال كانسر مهم جدا أيضا الكوت كانسر ستيجين مهم لأنه هو راح يعتمد عليه التريتمنت زين فهنا الستيجنج شويه ملمم يعني يجوز تلقوه مكانات ثانيه اوسع فهنا اختصرناه عندي فور ستيجنج كل كانسر اكو فور ستيجز الستيج الرابع دائما اكو ميتاستاسيس خليها في بالك الستيج الرابع دائما ميتاستاسيس بغض النظر عن السايز اوف التيومر واللينف نود ما دام اكو ميتاستاسيس هذا ستيج فور زين فهذا خلصاني منه عندي الستيج الأول للكولوركتال كارسينوما يشمل على T1 و T2 مو من ضمن الستيجين ما تدخل بالستيجين الكارسينوما إنسايتو لكن هي موجودة في حالة من التيومر فقط كان باللامينة بروبرية هاي يسميها إنسايتو فعندي T1 هنا التيومر طبر مسكولاريس ميوكوزا للصب ميوكوزا وتوقف ما احترق البروبريا فهذا T1
تي 2 في حال هو اخترق البروبريت لكن ما ظهر. بس عندي تي 1 و تي 2 دول اثنيناتهم ستيج 1 و ستيج 1 يعني نفس التريتمنت. زين ستيج 2 عندي ممكن يكون تي 3 اللي هو عبر المسكولارس بروبريت وصل لزري ركتم تيشو او فات. زين هذا اعتبر تي 3 لكن ما عندي لينف نود انفولفمنت. زين عندي فقط ستيج 2 هذا راح يصير. او عندي تي 4 ايضا راح يدخل ضمن الستيج 2. تي 4 اللي هو انفيد فيزرال بريتونيوم. زين فيزرال بريتونيوم انفولفمنت مو البريركتال تيشو وانما الفيزرال بريتونيوم وصل فهذا اعتبره تي 4 او اذر اورجانس اللي هي اقصد بيها ادجسنت للتيومر مو اذر اورجانس بعيده ادجسنت تو ذا تيومر فهذا تي 4 لكن ما عندي لينف نود انفولفمنت فهذا يدخل ضمن ستيج 2. الثالث في ستيج 3 هو لينف نود وتيفر تي 1 تي 3 تي 4 ما دام عندي لينف نود انفولفمنت هذا يعتبر ستيج 3. زين بس واضحه الفكره T1 و2 ضمن stage 1 T2 عندي T3 و T4 إذا ما عندي lymph node involvement stage 3 lymph node stage 4 metastasis سنة ما بشي. المورفولوجي هو عادي كأي adenocarcinoma راح تسوي gland forming وممكن يكون حسب differentiation ممكن يكون solid sheets. زين ممكن ألقى البريكارسر ليجن وبلاي انباما اللي هي الأدينوميتس بوليم ألقاها adjacent to the carcinoma. زين بعد ممكن ألقى aggressive features اللي هي وجود الميوسين في حال لقيت الميوسين ويا التومر هذا يعتبر بور بروجنوسيس. زين يعتبر الجريد مالته عالي والسيال ممكن ألقى ويا التومر ويا الميوسين سيال أسميها signifying سيال فوق الميوسين والنوكيس مالتها رايحة للبوريفري هاي تكون اجريسيف فيتشر والديفرنشيشن يعتبر يعتمد على انه اذا كانت جريد هارد ومودريت وسيفير السبلاستيك تشينجز عادي نقسم الجريد مالتها ك هذا اندر مايكروسكوب كجروس الليجن يا اما راح تكون بول بوي الليجن زين اكزوتيك ماس او تكون انصح داخل بالفور هاي الحالة ما راح تسوي لي obstruction ممكن تسوي لي bleeding أو تكون على شكل thickening ممكن annular lesion اللي أقصد بيها thickening بالور. هاي هنا نشوف colorectal carcinoma هاي هنا low power أو شوية أقل من high power intermediate power dysplastic glands هاي معكم أشهر الصورة بالوسط هاي كيس بلاستيك بلانس زين بعضها صغيرة وبعضها كبيرة وصايرة باك تو باك وبيها اتيبيا هناك علم هاي باور لأشوف الجلاند من بيد الاركيتكتشر مالتها مختلف صارت مثل الكريبري فورم يعني شلون المنخل يمكن ما صاير بيها تفرعات بالداخل زين صايرة نسميها كريبري فورم. زين وهنا بالصورة هاي هذا الميوسين اللي قلنا عليه بور بروجنوستيك فيتشر من اشوفه ويا هاي السيالة اللي هي سيجنترين نسوي مؤشر هاي السيجنترين اللي قلنا عليها فوق الانيوسين والانيوكلياس مالتها تو ذا بريفري رايحة والانيوكلياس هاي بالروماتيك وهتريكا. زين هذا اشوف هاي البرانشينج داخل ال folding side هو داخل الجلاند هاي كبيرة زين وأكو البروسيس بالسنتر مالتها فهاي فيتشر اوف مالجنسي 100% زين هاي البروتيك سيل والانفلاميشن سايد بالسنتر الكلينيكال فيتشر فشيناها بالبداية كم انا بقول ارتب كاسلو ما حد يدي سؤال عليها أكو أنذر تيومرز تصير في الكولون من عندها الكارسينويد تيومر اللي هي ليس كمان لكنها موجودة الكارسينويد تيومر
هو النيورون اللي في التيومر. سيال ما انت عادت تطيني فالسبستانس اسمي السيروتوني على الاساس راح تسوي لي بد فيتشرز كلينيكال فيتشرز تختلف من ضمنها الدياري زين؟ الدياري والابدومينال بين راح يكون فيها شيء سبيسيفيك والدياري حتى لو توقف الفود زين؟ ما لها علاقه بالفود انا ريت بالفود زين؟ موست كومن تايب هو الابندكس طبعا هو الكارسينويد تيومر هو بناين تيومر من اقول كارسينويد هو بناين تيومر مال النيورون دوبلين تيومرز زين؟ لكن ممكن يصير دوبلين هاي الفيشرز اللي تكون مور سيفير ذان التيومر اتسيلف اللي هي الكارسينويد بارت باعتبار راح يسوي ابنورماليتيز بالالكترولايت والسيروتونين سكريشن راح يغير الاكشن مال المصل زين؟ راح يسوي له زين السيل مال النيوروندوكرين تيومر هي سمول يونيفورم يعني شابه بشكل من اقول يونيفورم يعني كل سيل تشبه اللي يمها ما بيها بليومورفيزم تكون بوزيتيف السيروتونين زين السيروتونين ممكن اسوي ديتكشن السيرم مال البيشنت نفسه يعني اشوف بيشنت عنده هيجي فيتشر مال كروني دياريا زين كرانكري دياريا ويكون عادة موتري وعنده ابدومينال بين او انجوماس ممكن اسوي سيروتونين بالسيرام اشخص نوع التيومر قبل البايوبسي اصلا. الجزء هو مثل ستومن ومثل سمول انتستن derived from the cell اللي هي سميها interstitial cell of Cajun. هاي السيل مسؤولة عن coordination or the movement or transmission of receptor بين ال النيرف وبين المصل هين زين؟ هاي تسوي coordination للمصل movement صايرة مكانها بين النيرف element وبين المصل fiber هاي راح يطلع منها هذا التيومر اللي هو most common tumor or the gastrointestinal tract اقصد يعني كميزنكانو most common mesenchymal tumor or the gastrointestinal tract ممكن يصير بالabdominal cavity ما له علاقة بالانتستين ما مشجف فيها اصلا ممكن بالميزنتري ايضا يصير يطلع منه هذا النوع من التيومر بي سبيسيفيك ميوتيشن اسميه كيت ميوتيشن زين يصطبغ بالسي دي 117 على هالاساس اكو سبيسيفيك تريتمنت اللي هي انتي كيت زين ممكن يشتغل عليه اللي هو تايروسين كاينز انتيبيتر ممكن يشتغل عليه طبعا هذا التيومر ما اقدر اقول عليه بناين ولا مريجمنت لانه بي في كرايتيريا معينه راح اتطرق الى جريدز عن طريق جريدنج سيستم يعتمد على وجود المايكوسيس والاتيليا وشغلات ثانيه في زين ما في مايكوسيس فما اقدر اقول يعني هو البيهيفير مالته يعتمد على المورفولوجيكال فيتشر اند المايكروسكوب هل هو ممكن يصير في ميتاستاسيس او هو يعني ايزلي ريسكتد وتروح مشاكل ثانيه أعني على وجود النيوتروفين والتيزينوفين حتى أقول هاي دي أكتوبيرمينديسايتس ولازم أشوفها مو ضمن اللامينا بروبريا فقط أشوفها وين بالوول بالمسكولار بروبريا مثلا بالصابون ميوكوزا حتى أقول هاي أكتوبيرمينديسايتس أغلب الأبيرمينديسايتس اللي تنشال أغلبها طبعا هي مو أبيرمينديسايتس يعني عادة أي بيشن في عندرات إليكتوسبين يدخل للطوارئ ممكن يسوي أبيرمينديكتومي يقول لك حتى لو مو فول بيكتشر ليش اروح اخاطر بالبيشنت ممكن يصير له سبسز وبرفوريشن وبرتونايتس زين فخلي اشيل الابندكس فمن يشيل الابندكس مو دائما القاها اكيوت ابندكسايتس اندر مايكروسكوب يجوز القاها جاست فوليكولار هايبرفليشن يعني ما عنده بيشنت ابندكسايتس زين فالكوز شنو هو اللي يسبب لي اكيوت ابندكسايتس؟ اوبستراكشن The most common cause of obstruction شنو هو؟ الفيتولث يعني صار ستون لايك او ممكن جولد ستون اصلا تنزل من الاتودينام
زين وفكشر بالابندكس ممكن ايضا زين وممكن تيومر اللي سلايت هو التيومر الكارسينو التيومر اللي حكينا عنه هنا الموست كومن سايد اله هو الابندكس فممكن هو ايضا يكون يسوي لي اوبستراكشن مرات نلقى الكارسينو التيومر انسيدنتال فايندينج يعني شيء هيك اكيوت ابندكسايتس ماكو ماس بس تلقاه صغير استوبات الكارسينو التيومر بالابندكس A progression to progressive increase in pressure. طبعا ممكن يسبب لي obstruction of venous outflow مال الابندكس إذا صار عندي obstruction تبدي عملية البكتيريا overgrowth والابندكسايتس. كمورفولوجي مثل ما قلنا ألقى النيوتروفيليك انفلتريت within all layers of the wall ما اعتمد خبر على النيوكوزا لان عادة هو المكان الابندكس هي مليانة انفلاماتري سيل الكومبليكيشن مالته هو الابسس والبرفوريشن والبريتونايتس هاي ممكن تكون نايلوس فورس كويموسيل كارسينوما فهو
مرة ستة أقول باب شنو ما هو أكيد سكوي ما سكت اللاين زين والسبب هو اللي هما ما بينهم ما بعرف